وخلينا بقى يا برنس نتكلم ما قبل مباراة الأهلي والوداد بساعات بسيطة وبساعات ايه ده خلاص الماتش قرب يبدأ. وخلينا نتكلم يا برنس وهنقول لك كمان على التشكيل وهنتكلم النهاردة على تفاصيل كتيرة جدا قبل مباراة الأهلي والوداد. ولكن بس سؤال، بس هو جرايا كاف؟ هو جرايا اتحاد افريقي؟ هو جرايا تنظيم يا بتاع المغرب؟ انت عاوزين ايه من الأهلي؟ عاوزين تدوا للوداد البطولة؟ ادوها له. عاوزين تدوهم البطولة؟ ده خد يا عم البطولة، ولكن كفاية إهانة. احترموا تاريخ الأهلي، احترموا بطولات النادي الأهلي، احترموا شخصية النادي الأهلي، هو الأعظم في أفريقيا. حرامه بجد، حرامه إلا بجد اللي بيحصل للنادي الأهلي هناك في المغرب. النهاردة يا برنس الجمهور داخل بيعلق الحاجات بتاعته في المدرجات بتاعة النادي الأهلي. خلاص إحنا عارفين إن في 10,000 مشجع للنادي الأهلي، فإحنا عارفين خلاص مدرجاته. فبقى ما تجيش بقى كوسة بقى وبتنجان وكله يحشر نفسه، لا بقى باشا. يعني جمهور النادي الأهلي كابتن حسام غالي واستاذ مرتجي واقفين مع الجمهور، والجمهور بيعلق البنرات وبيعلق الحاجات بتاعته. الجمهور يعني على قدهم، يعني مش هيوصل ل 10,000، وباذن الله يوصل ل 10,000 ويعدوا، ولكن هم مش هيوصل ل 10,000. ولكن هم الاهلي عمال يعلق بنرات هنا عشان يعمل شكل، يخلي اللعيبه حاسه ان في موجود جمهور ماشي. فجاه يجي الامن يقول لك لا شيل يا باشا البنرات دي. هو جرى ايه؟ هو جرى ايه؟ عاوزين تديهم البطوله اديها لهم، بس باذن الله، باذن الله رغم كل الحاجات اللي ضد النادي الاهلي باذن الله البطوله دي بتاعتنا. يعني انت لو جيت بصيت كده، الاتحاد الافريقي ضد الاهلي، الفيفا ضد الاهلي، اللي في مسؤولين في المغرب ضد الاهلي، وفي هنا ناس في مصر موجوده بتشجع الوداد ضد الاهلي. فايه؟ فباذن الله رغم كل اللي بيحصل ده ضد النادي الاهلي، باذن الله باذن الله البطوله بتاعتنا. وخلينا بقى نتكلم يا برنس على التشكيل. التشكيل لازم نبدا بيه بيتسو موسيماني. عندك الشناوي هيكون في حراسه المرمى، ياسر ابراهيم وايمن اشرف الاثنين هيكونوا قلب دفاع. عندك ناحيه اليمين هيكون محمد هاني، ناحيه الشمال هيكون علي معلول، اثنين هيبقوا في نص الملعب اليو ديانج وحمدي فتحي، وهيبقى قدامهم يا برنس عبد القادر، وهيبقى ناحيه الشمال هيبقى طاهر، وناحيه اليمين الشحات، وفي الهجوم بيرسي تاو. وده التشكيل يا برنس المتوقع من وجهه نظري ايه اللي هيبدا بيه النادي الاهلي. غير كده ممكن تلاقي مثلا طاهر يعني طاهر قاعد على الدكه وموجود مكانه السوليه وعبد القادر ناحيه الشمال، والسوليه هيكون في نص الملعب. دي ممكن ايه التركه اللي تختلف، ولكن التشكيله اللي بقول عليه ده هو بنسبه كبيره جدا جدا الاهلي هيبدا بيه. ولكن انا عاوز 11 واحد ينزلوا ياكلوا الاخضر باللابس بالاهلي. عاوز الاهلي شرس، عاوز الاهلي نازل في البطوله يوريهم العين الحمراء. عاوز باذن الله نوري لكل الناس اللي كانت ضد النادي الاهلي اللي احنا جامدين قوي، اللي احنا جامدين قوي. نسد قصاد التخين ونسدك ونلعبك يا وداد قصاد جمهورك، وباذن الله هنكسبك قصاد جمهورك وهنجيب البطوله معانا واحنا جايين. فبلاش بقى، فبلاش احنا خلاص بقينا هنا، فاحنا خلاص بقينا حرام بجد. احنا كاهلي وكاتحاد مصري احنا بتهلق، بحس ان احنا اكتر ناس بنتهان في افريقيا، سواء بقى مع منتخب مصر او سواء مع الاهلي او سواء مع الزمالك. كفايه بقى، كفايه بقى الاتحاد الافريقي. احنا لازم المسؤولين في مصر ياخدوا موقف، من قصدي على الكوره، ياخدوا موقف ضد الاتحاد الافريقي لكره القدم. فبجد كفايه، بجد كفايه. عايزك يا برنس تدعي للنادي الاهلي باذن الله، باذن الله البطوله ديت بتاعتنا يا برنس.